السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعينا الكرام وطلابنا الأعزاء، يا رب تكونوا مستمتعين بشهر رمضان. ما تنسوش، هتلاقوا تحت الفيديو لينك جروب الواتساب، أي استفسارات تمام. وبالنسبة للناس اللي عايزة تاخد برايفت، ده في جروب بيت، مع هتلاقوا اللي هيطلبوا في الجروب الجنرال هنبعت له اللينك بتاعه. وفي حل اكزامز كلها بتاع المعاصر للبرايفت جروبس. هنبدأ مع بعض. هيدروتروبيزم، الهيدروتروبيزم ده هو the response of the plant parties to an external stimulus, which is the humidity, where they move away from or towards it. معناها الهيدروتروبيز بالعربي يعني الانتحاء المائي، يعني الجزء من النبات او parties من البلانت بتنحني او بتتجه ناحيه الايه الووتر، بتتجه ناحيه الايه الووتر تمام. طيب انا عايز اعمل اكسبيرمنت تو بروف ذس فينومينا، عايز اعمل اكسبيرمنت تو بروف ذا هيدروتروبيزم تمام. يبقى احنا معانا في الفيديو ده هن اكسبلين اكسبيرمنت تو بروف ذا هيدروتروبيزم تمام. انا هعمل، هجيب ايه بقى؟ هجيب two troughs، glass troughs، two glass troughs، ده glass trough one تمام، وده glass trough two ماشي. طيب انا عندي two glass troughs one and two تمام. طيب هعمل germination، هعمل germination germination of two identical groups of seeds of beans. هجيب مجموعتين beans تمام identical، واحط اتنين منهم في الجلاس تراف 1 والمجموعه اتنين منهم في الجلاس تراف 2 بعد ما يحصل لهم جيرمينيشن اوكي. طيب بعد كده هنحط في الجلاس تراف 1 تمام amount of water، بحيث ان هي spread equally in all the soil تمام. الووتر هنا اهو، الووتر في الجلاس تراف 1 spread او distributed ماشي equally in all direction of the soil اوكي. يبقى glass trough 1 هحط الووتر في كل الايه distributed over all the soil equally تمام، بالتساوي في كل انحاء الايه الجلاس trough 1 في السويل اللي موجوده فيه تمام. وهحط ووتر هنا بقى في الجلاس تراف 2 تمام، هخلي الووتر في التو سايدز، هخلي الووتر في الايه في التو سايدز بس، في التو سايدز هنا تمام، وفي في النص مش هيبقى فيه ووتر تمام. يبقى انا هنا وزعت الميه بالتساوي في كل السايد، وهنا وزع حطيت الووتر في التو سايدز بس، وهننتظر للجيرمينيشن ونعمل observation after equal intervals of time مع الاثنين. كل interval of time هشوف الجيرمينيشن سواء الستيم او الروت عمل ايه مع الووتر تمام. هنلاحظ التالي، هنلاحظ في الجراس تراف 1 ان الروت بينمو vertically downward، vertically downward تمام. اما في الجلاس تراف 2 هنلاحظ ان الروت grows a
horizontally أو يعني curved towards the water in the two sides. تمام؟ هلاحظ إن الروت هنا curved towards the side which contains water. وهنا نفس الحكاية. تمام؟ طيب يبقى إحنا كده إيه اللي استفدناه؟ إن الروت positive hydrotropic. الروت positive hydrotropic. تمام؟ طيب تعال بقى نشوف ايه السبب في ان الروت positive hydrotropic. بص يا سيدي، في احنا خدنا طبعا الاوكسينز ديت، تمام، هي اللي بتعمل inhibition للسيلز elongation. تمام، يعني الاوكسينز ديت بتمنع الروت سيلز elongation في الجنب ده، في الجنب المواجه للايه؟ للووتر. تمام، من الروت. يبقى السايد which faces water side in the root auxins inhibit elongation of this cells. تمام، طيب لما هو هيمنع الالونجيشن في الناحيه المواجهه للووتر، ويمنع الالونجيشن برضه هنا في الناحيه المواجهه للووتر، يبقى الناحيه دي من الروت لن يحصل جروس او الونجيشن، فهيفضل الطول بتاعها ثابت. اما الناحيه الثانيه، تمام، الناحيه الثانيه اللي هي بعيده عن الووتر، هيحصل الونجيشن. فلما دي نو الونجيشن وهنا الونجيشن، هيحصل كيرفت، الروت هيبقى كيرفت كده ناحيه السايد بتاع الووتر. وبالتالي كده عطينا اكسبلانيشن لعمليه البوزيتيف هايدروتروبيزم اوف روتس. تمام، وبكده نكون خلصنا الفيديو القصير ده اللي حابين نوضح فيه السؤال اللي حد كتب في الكومنتس. تمام، وزي ما قلت هتلاقوا تحت الفيديو اللينك بتاع الجنرال جروب اوف واتساب، واللي عايز الشغل البرايفت هيسال على الجروب وهنديله اللينك بتاع شغل البيت البرايفت واللي هو البريميوم. واتمنى الناس اللي عجبها الفيديو تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتسيب كومنت، وما تنساناش بالدعاء في شهر رمضان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.